اهلا بيكم في حلقه جديده من ارابيكيا. الكادر ولا مركزيه، دول الكلمتين الجداد اللي معانا النهارده، تعالوا نشوفهم مع بعض. تعرف يعني ايه الكادر؟ لا خليكي، ما اعرفش الحاجات دي. تاجر. طب ولا مركزيه يعني ايه؟ لا مركزيه شركه. شيء لا. تعرف يعني ايه الكادر؟ نعم؟ الكادر. لا والله مش عارف يعني ايه الكادر. ممكن تبقى يعني ايه الكادر؟ هي لغة دي ولا بسؤال ايه يعني؟ كادر؟ كادر ربنا كادر على كل شيء. قادر على كل شيء يعني ايه ولا ايه؟ الله مركز ايه؟ طب القرآن ولا؟ ولا عمر اسمع عنه. عربية خشب. المركزية؟ العربية الكبير. ممكن كادر دي مثلا شركة او محل كبير مثلا. المركزية دي طبعا مركز اي حاجة ادوات كهربائية بتاع ده، اللهم صل على النبي، كمبيوتر، حاجة زي كده يعني. كادر الكاميرا. محل كاميرات. انا عايز اعرف فيه بالظبط. كادر يعني كئيب. كئيب. ممكن يبقى قلب. الا مركزيه يعني ممتلئ معنى التركيز. كادر. كادر يعني حافز او زي قادر يعني. انا اعرف الكادر اللي هو في الوسط الفني. لا مركزيه يعني شيء ملوش مكان. لا مركزيه يعني شيء متركز في مكانه، مفيش مركزيه خالص. والله ما اعرف حاجه لسه، ما اعرفش حاجه خالص، لسه جديد. هي صفه مش عايز اقول. تعرف يعني ايه كادر؟ مش ده بتاع الممثلين باين ده بتاع المدرسين؟ انا ناجح مرتين بالعافيه والله العظيم، ولا اعرف اي حاجه والله العظيم. ولا مركزيه يعني مكان مش مقيم في مكان يعني. تعرف يعني ايه كادر؟ كادر؟ ايه كادر؟ كادر؟ كادر اعرف يعني ايه كادر ولا كادر؟ كادر انا اعرف كادر يعني حاجه زي تصوير، مكان ملوش مركز، ما مش عارف. يعني مثلا المركزيه ما تكونش في مصر، تكون في اي حته تانية. المنطقه المركزيه اللي هي القاهره. كادر عجله. لا مركزيه يعني حد مش متمركز. كادر يعني المفروض يبقى راجل عنده شخصيه او قوه، بيحس ان هو ممكن يعلم جيل جديد او في المستقبل الجديد يعني. اللا مركزيه يعني مثلا نقطه التحول مثلا. دلوقتي تعالوا نشوف المعاني صح للكلمات دي ايه. اشوفكم في الحلقه الجايه من ارابيكيا، كلمات جديده. اللامركزيه. اللامركزيه هي السماح للاقاليم او المحافظات بان تحدد اولوياتها وميزانيتها بعيدا عن سلطه العاصمه، وهو نظام بدا تطبيقه في مصر من سنه 1995 ولم يحقق اي نتائج ملموسه الى الان، لان مجلس الشعب بيقرر الموازنه العامه للدوله بشكل عام. الكادر هو هيكل مالي وإداري خاص بيصدر لفئة معينة أو يعمم بقانون صادر من مجلس الشعب زي كادر المعلمين.